تنتمي الأميرة حصة إلى السدارة من البدارين من الدواسر، وأنجبت 16 ابناً وابنة، حيث حظيت بمكانة كبيرة ومنزلة عالية عند عبد العزيز آل سعود، وكانت أكثر زوجاته إنجاباً. أما عن السديريين السبعة فهم سبعة من أولادها الذكور الذين عاشوا وأصبح لهم شأن كبير في المملكة، وهم على التوالي الملك فهد ابن عبد العزيز أكبرهم، وكان ملك المملكة العربية السعودية الأمير سلطان ابن عبد العزيز، وكان ولياً لعهد الملك عبد الله حتى توفي في 2011. الأمير عبد الرحمن ابن عبد العزيز توفي سنة 2017. الأمير نايف ابن عبد العزيز كان ولياً لعهد الملك عبد الله حتى توفي في 2012. الأمير تركي الثاني ابن عبد العزيز توفي سنة 2016. الملك سلمان بن عبد العزيز خلف الملك عبد الله في الحكم عام 2015، وهو الآن ملك المملكة العربية السعودية. الأمير أحمد بن عبد العزيز. وبالتالي فالسديريون السبعة هو الاسم الذي يستخدم للإشارة إلى سبعة إخوة أشقاء داخل العائلة الملكية السعودية، وهم أبناء الملك عبد العزيز بن سعود من زوجته حصة بنت أحمد السديري التي أنجب منها العدد الأكبر من الأبناء الذكور. نما تأثير السديريون السبعة باستمرار، حيث مثلوا واحداً من بين كل خمسة أبناء من أبناء الملك سعود، وقد اكتسبوا النفوذ والسلطة ليس فقط بسبب عددهم وإنما باهتمامهم بالسياسة، على عكس العديد من أبناء الملك عبد العزيز الآخرين الذين تعاملوا بشكل أكبر مع الأنشطة التجارية. وبالتالي فقد كانت الأميرة حصة السديري هي أم الملوك في التاريخ الحديث.